بعد قرار تخفيض أسعار تذكرة سفرية الكاميرون، شهدت المديرية العامة لشركة السياحة والأصفار الجزائر في يومها الثالث توفداً كبيراً لأنصار المنتخب الوطني لاقتناء التذاكر الخاصة بالمباراة الفاصلة، كما تم كذلك تعويض بعض المناصرين الذي اقتنوا التذاكر بسعرها الأولي. كي داروها 5 صافي بليزير يا خو هكا باش الناس علاه شو ديجا الموفمون الناس هي جات كدا وما يكون ديبلاسمون شباب فهمني وما يكون ماتش باراج قال نسيو نعاونو حنا لي سيبورتور باش نقدرو ودوكا جست رومبورساو لي ما شاء الله استقبال ما شاء الله تانيت وان شاء الله يا خو نروحو بخير ونولو بخير. كنت في مدينة الأغواط مباشرة غدوة قلعت رحت تما طلعت لألجي درت الإجراءات نتاعي البارح درت كان عندي تلقيح تاع كورونا رحت درت تلقيح تاع الحمى الصفراء في المستشفى القطار في باب جديد وبعدها سمعت باللي داروا التخفيضات على وكنت مازال ما خلصتش مازال ما درتش تما فريت كلش اليوم. وكالة تورينغ استعانت بأطباء من معهد باستور لتسهيل عملية تلقيح الأنصار داخل مقرها. كما اليوم كما قلت اخر يوم للتطعيمات لان على بالكم باللي تطعيم ضد الحمى الصفراء خاصه هذا هو الشرط يعني الاساسي في العمليه يعني لان هو عائق وكان المناصر ما يكونش عنده تلقيح 10 ايام قبل الرحله راح يقدر ما يقدرش يحضر المقابله ولهذا شغل نوجهه يعني نداء يعني المناصرين اللي يحبوا يتنقلوا لمسانده الفريق الوطني اليوم يتوجهوا لمراكز التلقيح ولا اللي راهم في الجزائر يجوا عندنا الوكالة السياحة والسبورت الجزائر ليفيرجي برموند رايس باش يسجلوا وفي نفس الوقت ياخذوا التلقيح تاعهم ضد الحمى الصفراء. عملية تسجيل المناصرين وتلقيحهم ستبقى مستمرة إلى غاية ساعات متأخرة لتمكين كل المناصرين الراغبين في تشجيع رفقاء محرز في مباراة الذهاب الفاصلة لافتكاك ورقة العبور إلى مونديال 2022.